تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب سيجنال إيدونا بارك مع بثنا المباشر. محبكم فارس عوض سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء. اليوم عندنا مباراة مثيرة في الصراع على البقاء في الدرجة، خاصة مع قرب انتهاء الموسم. الكل يتطلع حقيقة لمشاهدة هذا اللقاء. موسم صعب على الفريق، لكن اليوم مصيره بين يديه، يحتاج إلى نقاط الثلاث لتفادي الهبوط قبل نهاية الموسم. من المهم جدا بأن يحاول وأن يسعى لتحقيق هذا الهدف في هذه المباراة وعدم الانتظار أكثر حتى لا تتعقد الأمور. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. راموس، يفقد الكرة، ابعاد الكرة والخطورة، الحربي، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. رمية التماس بعد كرة راسية. راموس، برافو في التغطية، شوف ابعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. ذكاء كبير، المدافع يقطع الطريق للكرة الماضية. قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. عرضية على القائم الثاني. ابعاد للكرة، تدخل في توقيت مثالي لابعاد الخطر. ايلوت، فرصة متاحة للعب العرضية. الكرة في المرمى، العودة اصبحت صعبة الان، البقاء الان مهدد. اليوم الفرصة ضاعت في هذا اللقاء، هم بحاجة لهدفين، لكن هل سيهبط الفريق أم يتفادى ذلك؟ هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الوضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. عدة تمريرات جيدة. علي، دفاع ممتع، يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. فرصة لتسجيل هدف التعادل في هذه اللحظات، ممكن يحاول التسديد مباشرة على المرمى. اعتراض وتشتيت الكرة، كم ممكن تشكل خطورة. موقف لا يحسد عليه وهو تحت الضغط الآن. ضاعت الكرة، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. عرضية على القائم البعيد، كرة بتتخلص من المنطقة. تصرف ممتاز من المدافع بمبدأ الأمان في الكرة الماضية. كرة إلى رمي التماس، ويخسر الكرة. راموس،
روني يضطر للعودة إلى طلب الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها. استخلص الكرة بشكل ممتاز. خلصها في اللقطة الماضية. إيلوت. أوهو حلوة خطرة. نجحوا في إبعاد الخطورة. تركيز عالي من الدفاع. كرة عرضية في المنطقة يبعدها من مناطق الخطر. وتبعد الخطورة. عرضية لا تجد من يضعها في المرمى. الركنية تأتي معها فرصة لتعزيز التقدم في النتيجة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. كرة بتبعد من مناطق الخطر. عرضية إلى العمق. تمريرة بالرأس. يبعد الخطورة في هذه الكرة. تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. بينفذها بشكل قصير. برافو في التغطية. شوف ابعاد الكرة. خلصها من منطقة الخطورة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. فرصة قد تشكل خطورة. الشوط الأول ينتهي 1-0. ندخل إلى الشوط الثاني من هذا اللقاء. الحربي. بيلعب الكرة بالكعب. راحت الكرة. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. خلصها بشكل جميل. يا سلام على هذا المدافع. وحش في مباراة اليوم. والآن تتحول إلى ضربة مرمى. تمريرة بعد الأخرى وفي كل مرة إتقان شديد جدا. تدخل وكرة تبعد. الحكم يؤدي الأفضلية. وصلت اللعب الآن بدون احتساب خطأ.
حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. وبتضيع الكرة، فرصة هدف في هذه اللحظات. حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. الفريق الضيف متقدم في النتيجة، وأكيد هذا لا يبرر حاليا محاولاتهم لإضاعة الوقت. ممكن البعض يعتبر أمر عادي طالما بطريقة شرعية، لكن أكيد أن الجماهير أصحاب الأرض لا يعجبهم هذا الرأي ولا هذا المنطق، وهذا واضح من خلال اعتراضهم الآن بصوت عالي ومسموع في المدرجات. تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. علي راموس، ضاع الاستحواذ. ويخسر الكرة. متأخرين في النتيجة، لكن مع ذلك يلعبون بهدوء كبير جدا في الملعب. سيئة اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. هذه الإحصائيات تعكس صورة الفريق في الملعب، مستوى ضعيف هجوميا حتى اللحظة. إذا أراد الفريق الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لابد من تحسين الأداء الهجومي والمحاولة أكثر أمام المرمى. كرة بتتشتت، كرة بتبعد، ما في شك هو واحد من نجوم لقاء اليوم. بناء جيد لهذه الهجمة، الكرة خارج الملعب، ضربة مرمى. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. تخرج رمي التماس. كبير للتعادل، يمنع عبور التصويبة. الجماهير غاضبة من تجاهل حكم المباراة ركلة جزاء، تعتقد بأنها صحيحة من وجهة نظرها. والتدخل، والكرة رمي التماس. إمكانية الكرة العرضية. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. إيلوت دخلوا المباراة بنية الفوز لتأمين البقاء، لكن حتى الآن متأخرين في النتيجة. الدقائق المتبقية، كرة خطيرة. كرة بتتخلص من المنطقة. ماذا تخبئ هذه الركنية؟ هدف توسيع الفارق واطمئنان الجماهير. ركنية إلى داخل المنطقة، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. لا زالت الكرة خطيرة مع ضربة ركنية أخرى. ركنية ملعوبة في وسط 18، يمررها بالرأس الوراء. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة،
الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية، إمكانية الكرة العرضية، الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة من هذا اللقاء. تمريرة مرفوعة من فوق الجميع لكن أقرب لحارس المرمى. كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. كرة تلعب بالرأس إلى رمية تماس. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. رمية تماس عالية، مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. صافرة نهاية المباراة ويوم سيء لأصحاب الأرض بالخسارة على ملعبهم. فرصة متاحة للعب العرضية. الكرة
من ملعب ليبرتي ستاديوم. احييكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. من كابينة التعليق ساكون معكم انا فارس عوض. مباراة مهمة جدا اليوم، حيث بالامكان ضمان البقاء من خلالها ورفع الضغوطات عن الفريق قبل نهاية الموسم. مباراة نتمنى بان تكون مثيرة وعلى قدر الامال والتوقعات. موسم صعب على الفريق، لكن اليوم مصيره بين يديه، يحتاج الى النقاط الثلاث لتفادي الهبوط قبل نهاية الموسم. من المهم جدا بان يحاول وان يسعى لتحقيق هذا الهدف في هذه المباراة وعدم الانتظار اكثر حتى لا تتعب. من ملعب ليبرتي ستاديوم هذه اجمل تحيه لكم اعزائي المتابعين. وكالعاده معكم من كابينه التعليق فارس عوض وتغطيه لمجريات اللقاء. اليوم عندنا مباراه مثيره في الصراع على البقاء في الدرجه، خاصه مع قرب انتهاء الموسم. على امل بان تكون مباراه كبيره وممتعه. الفريق وضع نفسه في موقف صعب في هذا الموسم، اصبح ينافس على الهبوط، لكن اليوم عنده فرصه لضمان البقاء قبل نهايه هذا اللقاء وقبل نهايه هذا الموسم اذا نجح في تحقيق الفوز. سنشاهد ماذا سيفعل في هذه المباراه. كره سهله بيمسك الحارس. في النتيجة يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. لديه فرصة من الكرة الثابتة ليكسر حالة التعادل ويتقدم في النتيجة. كرة بتتمرر الآن، فرصة هدف محقق. الكرة في المرمى، العودة أصبحت صعبة الآن. البقاء
الآن مهدد. اليوم الفرصة ضاعت في هذا اللقاء، هم بحاجة لهدفين، لكن هل سيهبط الفريق أم يتفادى ذلك؟ الكرة الآن مع الفريق الخصم، خطأ يحتسب الحكم، ضربة حرة في مكان خطير جدا. كرة مواتية للتسجيل في هذه اللحظات، فرصة متاحة، هل يضع الكرة في المرمى؟ كرة في مكان خطير، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. كرة في الجناح، شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. تصرف ممتاز من حارس المرمى، شوف الخروج وإبعاد هذه الكرة. حاولت فتح اللعب على الجانب الآخر. روني، حكم بمشيها ويعطي الأفضلية. بينية مرفوعة. فرصة قد تشكل خطورة. يا سلام على التناغم، الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. ويخسر الكرة. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة عرضية في المنطقة. أوهو، يبعد كرة خطيرة. راموس، ضغط متقدم على الخصم. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. بيخلصها، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. الحربي، إيلوت، جميل الكرة البينية، الله على النظرة، ذكاء من المدافع، قراءة الكرة بشكل ممتاز. ركنية باتجاه المنطقة، باتجاه المنتصف، من ضربة راسية في المرمى. يا رب على هذا الهدف. نتابع الهدف من جديد، بداية من الكرة اللي لعبت عرضية وبرأسية مثالية، حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. علي يحاول أن يشكل خطورة، عرضية فيها خطورة، قد تكون هذه الفرصة. محاولة تخليص النتيجة، شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. توقع جيد في قطع الكرة، تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع، يتدخل ويبعدها إلى التماس. تخرج الكرة إلى ركلة مرمى،
قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. إتاحة الفرصة في هذه الكرة. يسير باتجاه المرمى الآن. تدخل بيخلص الكرة. ترتطم الكرة وتخرج إلى رمية التماس. ضاعت الكرة. يفقد الكرة. ضيع على فريق الفرصة. راحت الكرة. مرفوع في المساحة. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. يضرب الكرة بالرأس ولكن يرمي التماس. يرسل كرة طويلة. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. الشوط الأول ينتهي 2-0. شوط أول ضعيف خصوصا في الناحية الدفاعية. ظهر الدفاع بصورة هشة للغاية. لم يكن هناك تفاهم بين المدافعين. على المدرب أن ينتبه لهذا أثناء حديثه مع اللاعبين في فترة الاستراحة. تنطلق الآن 45 دقيقة أخرى من هذه المباراة. راموس. وبتضيع الكرة. ضاع الاستحواذ. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. حكم يحتسب ضربة زاوية. ركنية باتجاه المنطقة. كرة بتتخلص من المنطقة. عرضية في منتصف ال 18. ضربة راسية يا لعيب. الله على هذه الكرة. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. لم أتوقع شخصيا أن تسير المباراة بهذه الطريقة لأنه نظريا الفريقان متقاربان جدا على المستوى الفني ونوعية اللاعبين. رأسية راحت بعيد. حاول يلعبها تحت الضغط لكن واضح تأثير المدافعين. شوف اللقطة افتقدت للتركيز. تدخل جميل من اللاعب. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. كرة هدف الآن. مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة اللي غيرت مسارها. خدعت الجميع. لمسة واحد. فرصة لوضع الكرة في الشباك.
يا الله تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد الفارق في هذه اللحظات. يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. شوف الآن إعادة لركلة الجزاء، دخل بثقة، عرف كيف يخدع الحارس، وضع الكرة في جهة وذهب الحارس إلى الجهة الأخرى بكل بساطة وسهولة، سجل هدف في منتهى الروعة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. راموس، شوف استعادة الكرة، لينية مثالية خلف المدافعين، احتكاك داخل منطقة الجزاء، الحكم يأمر باستمرار اللعب. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة، كرة خطيرة من على الأطراف، الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. الكرة العرضية، تخرج الكرة إلى ركنية بعد أن غيرت اتجاهها. فرصة لكرة مرتدة سريعة، تدخل خاطئ قد يخرج الحكم الكارت الأصفر الآن، تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. وضغط مبكر وافتكاك الكرة في مناطق الخصم، حلو التدخل لكن الكرة بتتحول إلى رمي التماس. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات، بناء جيد لهذه الهجمة، استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية، والحارس في التدخل، شفت كيف خلص الكرة عن منطقته. عرضية تسترد بدون مشاكل، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى، يحاول ان يتقدم في نصف ملعب الخصم. اوه، الحكم يشير الى ضربة الجزاء. ضربة جزاء ناجحة في الشباك، النتيجة الآن رباعية مقابل هدف، تردد أهداف تفصل بين الفريقين. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة، حلو التدخل والكرة رمي التماس. يرسل الكرة طويلة، تمريرة ممتازة إلى الطرف، تمريرة ملعوبة من لمسة أولى، حارس المرمى ببراعه يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها، ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، عرضية عند القائم الثاني،
حارس يتعملق يتصدى يتحدى ويتألق. الله على الكرة كان ممكن تحرك الشباك، فرصة خطيرة، ممتاز حارس المرمى. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، هجمة بتضيع بدون أي خطورة. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. الحكم يعطي الأفضلية، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة بتتمرر الآن، كرة بتبعد من مناطق الخطر. الوقت بدل ضائع في تقدير حكم المباراة، 3 دقائق. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. عدى الفرصة، مستحيل مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. مشاهدينا معلنة نهاية المباراة.
الكرة بتتمرر الآن. هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت.